يقول هذا السائل الشيخ: هل البسملة آية من الفاتحة؟ وما حكم ترك القراءة لها في الصلاة عمدا أو نسيانا، إماما أو منفردا؟ البسملة اختلف العلماء فيها هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة على قولين، والراجح أنها ليست من الفاتحة، وإنما يستحب قراءتها قبلها سرا، يستحب قراءتها سرا لما في الحديث الصحيح قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني في أول الفاتحة، ولم يذكر أنهم يستفتحونها بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إلا أنها بعض آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في غير ذلك فإنها آية مستقلة تقرأ قبل السور ما عدا براءة. نعم.